صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. فانظروا يا رعاكم الله كيف أدركت هذه البقرة ما خلقت لأجله، وهي حيوان أعجم. فهل يدرك بنو آدم لماذا خلقوا؟ وهل قدر الله حق قدره؟ فمن أنطق هذه البقرة غير الباري جل شأنه؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وإن تعجبوا عباد الله، فعجب ما رواه الإمام أحمد في مسنده في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرويها أبو سعيد الخدري، يقول: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، قال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الأعرابي: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث: سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذئب يخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه وعلى دعوته. فماذا صنعنا عباد الله؟ ذئب قدر الله حق قدره، فأين نحن من هذا؟ لقد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها من باب قدر الله حق قدره، فلم يحملها إلا هذا الإنسان الظلوم، الجهول. كل الخلائق قدرت الله حق قدره إلا بني آدم. لقد ذكر سبحانه أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ولم يقل والناس، وإنما قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب.